السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله زي ما عملنا العيش السوري وقلت لكم هنزل الشاورما، هنعمل الشاورما النهاردة السوري. عملنا الشاورما المصرية بتاعتنا العادية، هنعمل النهاردة الشاورما السوري، وهنعرف بتتبل ازاي، الفترة اللي بتقعدها قد ايه في مدة التتبيلة بتاعتها عشان تديني الطعم اللي هو زي المحلات بره اللي هي الشاورما السوري. هنبدأ ونسمي بالله. معايا نص كيلو شاورما صدور دجاج متقطعة رفيع كده، ماشي. معايا هنا ثوم معلقة، ومعايا معلقة هريسة فلفل، ومعايا نص ليمونة، معايا معلقتين زبادي، معايا معلقتين زبادي. التوابل ايه؟ بابريكا، كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بهارات فراخ، ملح. دي التوابل بتاعتها. وهنحط لها ايه تاني؟ معلقة خل بس. هنحط ايه؟ معلقة خل واحدة. هنزل بالزبادي. هنزل بالهريسة والثوم والتوابل. وآخر حاجة عصرة الليمون. دي الشاورما السوري. الشاورما ايه؟ السوري. بصي بقى، عشان تظبط لك طعم بره بالظبط لازم تقعديها في التتبيله دي ساعتين. تقعديها قد ايه؟ من ساعه لساعتين، بس الافضل يعني ساعتين. مستعجله قوي قعديها ساعه واحده. هنسيبها بقى في التتبيله دي ساعتين ونرجع عشان نعملها مع بعض ان شاء الله. وبعد ساعتين بصي ما شاء الله ريحتها جميله اهي. بصي عامله ازاي كده، اتخدمت صح. معايا بقى معلقتين زيت ذره كده، وانزل بالشاورما. خلي النار وسط، ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. تاخد 3 دقايق بس لحد ما تغير لونها كده، ونرجع نضيف لها الإضافات بتاعتها بقى اللي هتخلي طعمها أجمل وأجمل. 3 دقايق او 5 دقايق وارجع لكم تاني. هبص كده غيرت لونها اهو. هنزل بالبصلايه، بصلايه وسط. واقلب. طبعا هي مش محتاجه توابل، احنا حطينا التوابل عليها في التتبيله. بقلب، بدخل البصلايه كلها في قلب الشاورما، وبتاخد لها بردك 3 دقايق، من 3 دقايق ل5 دقايق. اخر حاجه بنضيف لها الفلفل. يعني 5 دقايق ونرجع نضيف الفلفل مع بعض. كده اهو هنزل بالفلفل الالوان. على فكرة الفلفل الالوان ده مقوي للمناعة. بس ما شاء الله
ريحتها جميلة جدا جدا. احنا عملنا الشاورما العادية المصرية بتاعتنا، دي الشاورما السوري. هتنزل لكم على طول بعد العيش السوري عشان الفيديو ما يطولش، عشان فيديو العيش السوري بيبقى عجن وحاجات كتيرة قوي، فبيبقى الفيديو طويل. فالشاورما هنزلها في فيديو لوحدها، بعد العيش السوري على طول هتنزل لكم الشاورما. بصي ما شاء الله ما شاء الله على ريحتها وشكلها، بس يشجع الاكل. هتاخد لها 5 دقايق كمان وبكده تكون استوت، ونقدمها مع بعض 5 دقايق وارجع لكم تاني. وبكده هي الشاورما بتاعتنا اهي، بدأ الصوص بتاعها هينشف شوية. ولو انتي لو عايزاها بالصوص بتاعها بتطفي بعد ما احنا بنحط الفلفل بدقيقتين او 3 دقايق كده. انا هطفي عليها خالص اهي، كل حاجة فيها استوت اهي. وامشي على المقادير بالظبط، والله العظيم ريحتها تجنن كده. هطفي عليها خالص وبكده الشاورما بتاعتنا استوت اهي، وهنزلها لكم ان شاء الله بامر الله بعد العيش السوري على طول. لو عجبتكم الطريقه النهارده ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله.